خلال النصف الأول كانت في خط الدفاع إلى حدود الدقيقة 45، حيث أطلق هشام المهدوفي على منتخب بلاده. اهتزاز كلي في خط دفاع منهار ووسط ميدان سمح باختراقات سهلة. الهدف الثاني انطلق من الجهة اليمنى وعلى طريق الروعة بمكان، وفي غياب تغطية كافية اللاعب مولونغي يهز الشباك ثمرة تيه العناصر الوطنية. المد الهجوم الغابوني يتوج المباراة بثلاثية قضت في نهاية الكأسين، لكن ما حدش عارف يوصل التاني للمرمى. ادي الانطلاقه وادي المرور من جانب جواد الزهيري، مع الكره جواد الزهيري يلعب كره للناحيه اليسرى، انطلاقه هي ومحاوله موجوده من عادل طرابط بيسدد. اخيرا بقى هدف، اخيرا بقى هدف للمنتخب المغربي 3-1، لكن هدف كيف وقت متاخر يا عادل، هدف كيف